في خطوة لفت أنظار العالم إلى خطورة محنة اللاجئين، وصل البابا فرانسيس إلى جزيرة ليسبوس اليونانية وزار مخيم موريا الذي يضم 3000 لاجئ تقطعت بهم السبل. خلال كلمته، رأس الكنيسة الكاثوليكية حث اللاجئين ألا يفقدوا الأمل، مؤكدا بأنهم ليسوا وحيدين، وداعيا العالم إلى التحرك لحل هذه الأزمة بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية المشتركة. البابا أعرب عن رغبته باصطحاب لاجئين معه إلى الفاتيكان. زيارته تأتي بعد أسابيع قليلة على توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يتيح إعادة اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان بعد 20 من آذار مارس.